الحروب الدينية. الشهادة الكبرى كانت اللغة العربية تتسع لكل زمان، ففي اللغة العربية هي الكلمات في العلوم والآلات والصناعات الحديثة مما لا يحتاج إلى التعبير عنها باللغة الأجنبية. أيها السادة الأعزاء، أن اللغة العربية قد وسعت كتاب الله لفظا وغاية، كما قال الحافظ: فكيف يدعى مدعي أن اللغة العربية ليست لغة العلوم وليست لغة العصر؟ فإن اللغة العربية كانت تتباهر بها أكثر من 3 مليون عربية في البلاد العربية المختلفة. أيها الإخوة الأعزاء، كان العلماء آباؤنا القدماء يدينون أن يخرجوا أولادهم عربا يتكلمون ويتحدثون باللغة العربية. فبهذا أسقطوا كل لغة كالنحو والصرف وغير ذلك. هذا ليسهل على الطالب تعليم اللغات العربية ليكون آذانهم يعني للطلاب. فيجب علينا جميعا أن نتكلم باللغة العربية الفصحى الصحيحة ونعتذر عن اللغة الأرمى التي وقع فيها كثير من الناس. ولا نستعمل الكلمات في محادثتنا إلا ما صحت كتابتها، لأنه من واجبنا أن ننشر هذه اللغة الشريفة مع المحافظة على ربها ولطفها وفصاحتها إلى جميع طلبات المسلمين في أي مكان. كانوا خصوصا للطلاب المعاهد والمدرس الذي يدرسون في العلوم الدينية في الكتاب العربية. هذا فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا جميعا متكلما باللغة العربية. بجاه سيد البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.